القوم في السر غير القوم في العلن، بيت شعري للرصافي قد يكون هو الوصف الأقرب لمجريات حوار اللجان العسكرية الثنائية لجدولة انسحاب التحالف الدولي. بالنسبة للعراق، فقرار المغادرة ثابت لا يقبل أي مسار آخر سوى خيار قلب العلاقة بين واشنطن وبغداد إلى ثنائية قائمة على الدعم الاقتصادي والاستثماري، وما هو غير ذلك لا صحة فيه. تصريح حكومي هو الأحدث في توقيته بعد نهاية الجولة الثالثة من طاولة المفاوضات المستمرة. اللجنة استمعت إلى تقرير اللجان الفرعية، وأكدت اللجنة على أنه احترام سيادة العراق وقدرة القوات المسلحة العراقية عن دفاع العراق وعن سيادة العراق، وإحنا مستمرين بالاجتماعات من أجل وضع خارطة الطريق لانتقال مهام التحالف الدولي لأن تكون علاقة ثنائية. انتهاء مهام التحالف وتأخذ القرار به. الآن احنا ما نحتاج التحالف الدولي، بعد حققنا النصر على تنظيم داعش الإرهابي، العراقي عم بأمن وأمان واستقرار. أما الموقف الأمريكي يقرأ من لسان مبعوث واشنطن في التحالف الدولي أيان ماكاري، الذي أشار بداية الشهر الماضي إلى عدم وجود نية في انسحاب التحالف الذي يعد العراق طرفا محوريا في تأسيسه لمواجهة داعش، وأن المباحثات مستمرة لإقناع قيادته بضرورة استمراره لدواعي تمكين القدرات المسلحة المحلية. جيش العراق لا يستطيع أن يقاتل فقط بالعقيدة والعزيمة والغيرة العراقية، يحتاج إلى وسائل وأدوات، وهذه الوسائل والأدوات تسيطر عليها بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تجهيز العراق من الأسلحة الأمريكية يصل من 40 إلى 50% بل حتى أكثر من هذا الأمر، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الأوراق ضاغطة على العراق وحكومته وأيضا إرادة سياسية في بعض أطرافه. ضبابية المواقف وفق مراقبين تحسمها المخرجات النهائية لتلك اللجان التي تؤثر ويؤثر فيها الوضع الميداني على الأرض الذي يسوده احتقان خارطة الأحداث الأقليمية الدولية، ما يزيد عامل الوقت للجهود الدبلوماسية التي من الواضح أنها تعيش تحديا لا يحسد عليه أحد من محاولة العراق النأي بنفسه عن ساحة الصراع لتحقيق استقلالية قراره الأمني الذي ما يزال يخضع لموازين القوى في المنطقة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.